بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الأشبال. في البداية بنبارك لمصر والمصريين كلهم فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019 على الأراضي المصرية. إن شاء الله مصر قادرة أنها تنظم البطولة زي 2006، والبطولة دي إن شاء الله تكون رسالة للعالم كله أن مصر آمنة ومستقرة. ومن هنا دور الاتحاد المصري لكرة القدم أن يبقى فيه بروفة قوية إن شاء الله لمباراة الدوري اللي جاية وبطولات الأفريقية للأندية المشاركة في بطولة أفريقيا أنها تكون بجماهير، وإن شاء الله مصر عندها القدرة أنها نعمل بطولة ناجحة نبهر بها الدول الأفريقية، وعندنا ملاعب وعندنا جماهير وعندنا بنية تحتية إن شاء الله تخرج البطولة بشكل يعني يبهر العالم كله. وفي نفس اليوم اللي فازت فيه مصر بتنظيم كأس الأمم الأفريقية برضو عندنا حدث مهم جدا، هو نجمنا العالمي ابن مصر محمد صلاح وفوز أفضل أو فوزه بأفضل لاعب أفريقي في قارة أفريقيا للمرة الثانية على التوالي. ورسالتي هنا من برامج الأشبال لكل شبل وكل ناشئ في مصر، كل شبل داخل قطاعات الناشئين في مصر، في يوم من الأيام محمد صلاح كان زيكم داخل قطاع الناشئين بنادي المقاولين العرب، ما شاء الله كان عنده إصرار وعنده تحدي وعنده عزيمة أن يكون موجود وسط النجوم الكبار وفي أقوى دوريات العالم. فدي لازم كل لعيب لازم يشتغل من دلوقتي، كل لعيب يرسم نفسه دايما هدف يحطه قدامه أنه يكون في يوم من الأيام زي نجمنا محمد صلاح. أكيد كلنا كمصريين فرحنا بفوز مصر بتنظيم إن شاء الله كأس الأمم الأفريقية 2019 في مصر وفوز نجمنا العالمي محمد صلاح. أكيد كلنا كأهلاوية إن شاء الله عودة النادي الأهلي مرة أخرى لمنصات التتويج ده هيكون هدفنا برضه في 2019. كابتن محمود الخطيب خرج هنا في قناة النادي الأهلي بعد الخروج من بطولة أفريقيا أمام الترجي وكلم جماهير النادي الأهلي كلهم ووعد إن شاء الله إن هيعمل فريق قوي للنادي الأهلي، هيدعم بصفقات قوية إن شاء الله هيكون منافس قوي خلال الفترة اللي جاية. زي ما احنا شايفين النادي الاهلي بيواصل التدعيم وبواصل التدعيم بصفقات قويه جدا من العيار الثقيل، زي ما احنا شفنا محمد محمود، شفنا محمود وحيد، شفنا جيرالدو، شفنا ياسر ابراهيم، شفنا نجمنا حسين الشحات. الحلو في الصفقات دي ان فعلا اللعيبه دي بتحب النادي الاهلي، ممكن تضحي باموال كبيره في وقت في ناس بتجري عشان الفلوس، الناس دي بتضحي علشان النادي الاهلي وممكن تضحي بفلوس كتير زي نجمنا ياسر ابراهيم وزي حسين الشحات. فعلا ممكن تلاقي في ناس بتدخل في الصفقات وبتعرض فلوس كتير عليهم لكن هما بيضحوا وبيتنازلوا عن مستحقاتهم علشان يجوا النادي الاهلي. ده الحلو في الصفقه وده اللي يدي دايما يعني قوه لجماهير النادي الاهلي ان اي لعيب هيجي لك هو حب النادي الاهلي ومقدر تيشيرت النادي الاهلي وهيبقى عنده شخصيه النادي الاهلي. طبعا يعني شفنا حسين الشحات ان شاء الله يعني نجم كبير ما شاء الله عمل ماتشات قويه جدا مع العين الاماراتي وقبليه كان مع مصر المقاصه وشايفين لحظه يعني دخوله النادي الاهلي وكان موجود برده في مباراه السموحه. الراجل تحس ان هو مولود جوه النادي الاهلي، ان واحد يضحي بالاموال دي كلها ويحارب على حلم عمره بقاله كذا سنه، لحظة تأخرت لحظة انضمامه لكن عنده يقين ان هو دايما النادي الاهلي يعني هيجي في يوم وهيبقى هيلعب في النادي الاهلي وهي دي اللحظة اللي جت. فاحنا طبعا بنتمنى ان شاء الله التوفيق خلال الفترة الجاية ويكون نجم كبير ويعمل تاريخ كبير مع النادي الاهلي. وزي ما قلت لحضراتكم المرة التانية كان في ناس كتير بتقول محدش خلاص احنا في زمن الفلوس والمال هو المسيطر، لا بالامثلة دي دايما حب النادي الاهلي هو اللي هيسيطر على كل اللعيبة دي وإن شاء الله يعملوا تاريخ كبير مع النادي الأهلي. وبرضه في نفس الوقت عايز أقول رسالة مهمة لكل جماهير النادي الأهلي. قبل ما أقول الرسالة طبعا يعني بشكر نجمنا كابتن محمد أبو تريكة، يعني من اللعيبة اللي أنا زملتهم صراحة من شخص محترم جدا، شخص متواضع فعلا نموذج ومن أحسن الناس بالرغم أنه ما ترباش داخل ناشئين النادي الأهلي لكن من أول لحظة دخل فيها النادي الأهلي تحس إن هو تربى داخل قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. رسالتي برضو معانا تويتر دلوقتي لنجمنا محمد أبو تريكة بيقول فيها حسين الشحات جمهور الأهلي لا ينسى، أصبحت رمزا قبل أن تلعب في عصر أصبحت المادة هي الطاغية ومن يختار الأهلي دائما يفوز ليس بالبطولات فقط ولكن بأهم حاجة
لدينا قلوب جماهيرنا وهي ورب الكعبة أغلى من كل الأموال. فعلا الرسالة دي مهمة من نجم كبير زي محمد أبو تريكة، أن دايما حب جماهير النادي الأهلي. وزي ما قلت لحضراتكم، حسين الشحات ضحى بأموال كتيرة في وقت في ناس بتجري على الفلوس بتجري على المال، لكن يبقى حسين الشحات قبل أن يلعب للنادي الأهلي فهو رمز في كل قلوب جماهير النادي الأهلي. ورسالتي برضو لجماهير النادي الأهلي، خلال الفترة الجاية لازم يبقى عندنا مساندة قوية لمجلس إدارتنا، لازم مساندة للاعبتنا، لازم مساندة لإدارتنا، علشان إن شاء الله النادي الأهلي يعود أقوى من الأول. دايما في برنامج الأشبال بنتبنى قضايا، وإن شاء الله من خلال برنامج الأشبال دايما بنلاقي لها حل. كنا أثرنا يعني قضية مهمة هي عملية التزوير والتسنين، وكان لنا مداخلات مهمة مع منطقة القاهرة، والناس مشكورين صراحة، يعني خدوا قرار سريع في عمليات برضو أو في مواضيع كان فيها تسنين وتزوير، وخدوا قرار سريع بإيقاف لعيبة وبإلغاء نتائج. برضو عندنا قضية مهمة جدا هي كانت الملاعب، وشفنا في ملاعب بعض الأندية لا تصلح، وبالعكس يعني ممكن كمان يعني بتأدي لإصابات لعيبة، وإن شاء الله خلال الفترة الجاية هنشوف برضو مشكلة أو علاج إن شاء الله لهذه القضية. أنا بالنسبة لي في 2019 عندنا قضية مهمة جدا، قضية للصم والبكم. الصم والبكم ليهم حق كبير علينا جدا، إحنا كشعب مصر وكمسؤولين كوزارة شباب والرياضة كلاعبين لكرة القدم، دول ذوي القدرات الخاصة، ربنا سبحانه وتعالى ميزهم بقدرات خاصة. إزاي ولد يبقى يعني من الصم والبكم عايز يمارس كرة القدم؟ فما فيش قاعدة للناشئين في الصم والبكم. إزاي النهاردة علشان ولد إنه يمارس اللعبة لازم يبقى عنده 20 سنة أو 19 سنة عشان يبتدي؟ لا، ده النهاردة حق الناس دول علينا، وحقهم على الدولة إن إحنا لازم نبتدي هنا من برنامج الأشبال، نبعت برسالة للسيد الوزير المحترم الدكتور أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة، لكل المسؤولين في اللجنة البارالمبية، علشان نلاقي حل للموضوع ده. الناس دي يعني ده حقهم علينا، وفيهم فعلا مواهب وعندهم طاقات كبيرة. إن شاء الله من خلال برنامج الأشبال هنلاقي يعني علاج للمشكلة دي، وهنشوف دلوقتي في التقرير دوت المشاكل اللي بيعاني منهم الصم والبكم. اكيد طبعا الدعم المادي، لان طبعا يعني الدعم المادي بالنسبه للانديه بيبقى قليل، اما بالنسبه لمنتخب الجيزه بالمديريه مشكوره بتحاول توفر، مديريه الشباب والرياضه في الجيزه بتحاول توفر اللي احنا عايزينه، ومركز شباب امبابا بيستضيفنا على طول يعني بيوفر لنا الملاعب والدنيا ماشيه يعني. هو الاهتمام طبعا بالسم عامه وتوفير لهم الامكانيات، يعني انت حضرتك يعني اكيد طبعا المسؤولين عن الرياضه في مصر عارفين احتياجات الانديه ايه واللاعبين ايه، ومحتاجين مثلا انتقالات، لان احنا عندنا دوري عباره عن يعني دوري ممتاز فيه يعني 8-16 فريق متقسم لقسمين، ففي كل محافظات يعني في اسيوط، في كفر الشيخ، في المنيا، في مركز شباب زينهم، في بنها. فعشان تنتقل مثلا عايز انتقالات وعايز تغذيه وعايز ملابس، كل ده كام؟ فبالتالي بيبقى صعب على الواحد لان الدوري متوقف بسبب حاجه زي كده. طبعا ما فيش تربح من كرة القدم، بل بالعكس يعني بيدفعوا من جيوبهم. وفي ناس في يعني انا عندي في معسكرات لما كنت في منتخب مصر للسهم معظم قطاع خاص كان في المعسكرات بيفقد وظيفته عشان المنتخب وما بيعرفش يرجع تاني. فطبعا هم يعني ما بيكتسبوش يعني ما بيكسبوش من الكرة حاجة، او يعني يا دوب مثلا اما بيبقى في الانديه ولا حاجه في عندهم ماتش ولا حاجه بيطلع لهم 25 جنيه 20 جنيه وجبه تغذيه فقط لا غير. كان في قديم كان بيلعب في بني سويف، وبعد كده في مركز شباب زينهم، وبعد كده منتخب الجيزه بس، منتخب الجيزه بس ومنتخب مصر، واختار فين بطوله في ايطاليا كان سهل. هو شارك في بطولة العالم في كأس العالم 2016 وطلعنا الترتيب كام؟ الخامس، الترتيب الخامس، وكان في أولمبياد 2017 كان رباط صليبي عمل عملية فيها.
كان كان في بنو سويف بيتمرن مع ناس اسوياء بس، ما كانش مع الصم في الناشئين. بيقول لك كان يعني مساعده من الصم، ما فيش الفرق الناشئين، فكان بيتمرن مع الاسوياء. بيقول لك ان ما فيش حد بيساعدنا يعني، فعايزين مساعده. بيقول لك ان الانديه الثانيه الاهلي والزمالك فوق فوق واحنا كصم تحت. بيقول لك يعني عايز الصم يبقوا زي الاسوياء، بيبقوا معروفين والاعلام يهتم بيهم والمباريات. بيقول لك يعني احنا لما بنلاعب الاسوياء بنكسبهم، بس ما فيش يعني تلفزيون او بث مباشر لمبارياتهم، فعايزين يعني عشان يبقوا معروفين زي الاسوياء. بيلعب دوري، شغال في دوري خماسي في شركه يعني، وشغال مع الاسوياء يعني، يعني الاثنين صم واسوياء. عايز وزير الرياضه لازم يساعد الصم، لازم يساعدهم الاهلي زمالك بيساعدهم الصم، يعني المفروض يساعد الصم عشان يتساوي بالاسوياء. نفس الكلام بيحلم ان هو يبقى يعني يوصل منتخب مصر، وفي نفس الوقت ان الصم والبكم يعني المسؤولين يساعدوهم، لان برضه بيساعدوا الاسوياء وما بيساعدوش الصم. بيقول لك يعني الدوري او المباراه بتاعهم لازم الاهتمام الاعلامي، ولازم التلفزيون يجي، لازم يتساووا بالاهلي والزمالك. يعني الصم زيهم زي الاسوياء بالظبط. طبعا بنقدم لهم الملعب. احنا كاداره تنفيذيه ومجلس الاداره بيوفر لهم كل الدعم اللي هم بيطلبوه، سواء الملعب الرئيسي عندنا بنوفر لهم فتره، رغم ان ده بيمثل الفتره دي ممكن تكون بتمثل موارد ماليه للمركز، الا ان احنا بنوفرها لهم مجانا طبعا عشان استمرار النجاح. اتنين، بيبقى عندنا طبعا غرف خلع الملابس للادوات والمستلزمات اللازمه اللي هي ما بتكونش معاهم، احنا بنحاول ان احنا ندعمهم بيها. ان شاء الله ان شاء الله السنه دي برضو يحصلوا على نفس النتيجه اللي حصلوا عليها العام الماضي، وندعمهم اكتر باذن الله في كل ما بيحتاجوه. وزي ما شفنا مع حضراتكم التقرير اللي فات عن الصم والبكم، معانا دلوقتي مداخله تليفونيه مهمه جدا، امين عضو مجلس اداره اللجنه البارالمبيه والمهتم بشؤون الصم والبكم. استاذ ابراهيم، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا يا كابتن. ايه الاخبار؟ كل سنه وحضرتك طيب. الحمد لله يا فندم، زي حضرتك. ممكن نشوف ان شاء الله دوري للناشئين للصم والبكم، خاصه ان احنا هنا متبنيين يعني قاعده كبيره من دوريات كره القدم للاشبال، فممكن الصم والبكم حقهم علينا ان احنا نشوف لهم دوري للناشئين؟ طبعا والله، هو احنا بدورنا كمسؤولين عن رياضات المعاقين في مصر بنتمنى ان القاعده تتسع، وكل ما القاعده بتوسع هتفرض عناصر اكتر. وبالتالي بتزيد من منافسات مصر وبتزيد من فرص مصر في منافسات، سواء على المستوى المحلي او على المستوى الدولي. دي جزئيه. انا بس عايز اشرح لحضرتك فكره اللجنه البارالمبيه المصريه. اتفضل. اللجنه البارالمبيه المصريه هي جزء من اللجنه البارالمبيه الدوليه اللي هي الانترناشونال بارالمبيك كوميتي. تمام. احنا مسؤولين عن مجموعه رياضات. دلوقتي بدات بعض الاتحادات تنفصل، زي اتحاد الكره الطايره جلوس، زي الاتحاد المصري للاعاقات الذهنيه، زي الاتحاد المصري لرياضات المخفوفين. فبدات رياضات تنفصل، لكن هم تحت الامبريلا بتاعت اللجنه البارالمبيه المصريه. اما بالنسبه لرياضات الصم فهي تبع الديف ليمبيك وليس تبع اللجنه البارالمبيه الدوليه، لكن حاليا حسب قانون الرياضه المصري احنا مسؤولين عنها لحين ينفصل ويبقى ليها اتحاد خاص بيها، وبيمارس من خلال هذا الاتحاد جميع رياضات الصم وليس في كره القدم فقط، يعني هم ليهم حق ممارسه كل رياضات الصم. فان شاء الله عقبال الاتحاد ده ما يشهر وينشا ويقدر ان هو يوسع القاعده بتاعته، احنا في مصر مسؤولين عن اداره رياضات الصم، وعندنا لجنه مختصه كلها من الصم، من اصحاب القدرات الخاصه برياضات الصم، وهم مجموعه فاهمه جدا ومجموعه عندها القدره وكانوا لعيبه كره قدم قبل كده ومختصين برياضات الصم، لكن احنا بندعمهم
وهي كفكره يا كابتن اللي حضرتك بتقولها طبعا فكره محترمه جدا ان احنا نوسع. انا عايز اقول لحضرتك احنا عندنا دلوقتي اكتر من 66 نادي بيمارسوا كره القدم للسم. 66 نادي يعني عندنا درجه اولى وعندنا ممتاز. حضرتك حاصرين اعداد السم والبكم اللي بيمارسوا كره القدم يا استاذ ابراهيم؟ بص يعني في عدد تقريبي يعني حتى يعني مش لازم عدد دقيق بس عدد تقريبي. احنا مهتمين بالصم والبكم علشان فعلا اقول لحضرتك على عدد تقريبي لا يقل عن 1600 لاعب. طيب يعني ما شاء الله عندنا عدد يعني ممكن يبقى في دوري عدد كبيره جدا. وعايز اقول لحضرتك مصر ليها باع كبير جدا في رياضات الصم بالذات كره القدم. احنا حاصلين سنه 2012 على الميداليه الفضيه وثاني كاس عالم في تركيا. يعني بحققوا بطولات طبعا يا فندم. 2017 احنا حاصلين على الميداليه البرونزيه في اولمبيات الصم ودي كانت برضه موجوده اتلعبت البطوله دي وكانت في تركيا. تمام. بس وكان يا استاذ ابراهيم ده نخبه من لاعبي كره القدم المحترمين. تمام. كان المدير الفني كابتن توفيق صقر. تمام. وكان المدرب العام الكابتن طارق النجار واداري الكابتن احمد صديق وكابتن شوكت النجار. يعني جايبين مجموعه محترمه من كويس. بس يا استاذ ابراهيم يعني حضرتك اسمعني يعني بس ده على مستوى الكبار ان ولد ممكن يمارس من الصم والبكم على سن 19 سنه و20 سنه. بس انا بتكلم عن قاعده بقى للناشئين ده حقهم برضو علينا ان يبقى في حصر للولاد الصغيرين. ان احنا هنا رسالتنا من برامج الاشبال للناشئين ان فعلا يعني في الصم والبكم لما اتفرجنا وبصينا عليهم فعلا فيهم مواهب. طبعا طبعا والله انا هقول لحضرتك يعني تسمح لي ان انا اتبنى نفس الفكره معاكم وانا هتقدم بمذكره لمجلس اداره اللجنه ولجنه الصم واطالب بعمل دوري للناشئين وان شاء الله نبداه ويبقى انتم قناه صاحبه الفكره حضرتك واستاذ محمود شوقي يعني ان شاء الله يبقى فكره كويسه ونبدا نبداها. طب ايه ابرز العقبات اللي ممكن يعني ما تخليناش ناخد الخطوات سريعا في هذا الموضوع؟ بص اقول لحضرتك هي العقبات اللي بتقابل الرياضه المصريه بشكل عام هي العقبه الاساسيه وهي التمويل المادي. تمام. لكن اللجنه البرلمانيه الحمد لله الى حد ما دلوقتي بدانا ان احنا نجيب اكثر من سبونسر شيب ان هو يقدر يرعى اللجنه البرلمانيه وان شاء الله ان شاء الله الفتره اللي جايه هيبقى في تطور واوعدك يعني ده مش هيبقى اول لقاء بيننا مش اول مداخله ان شاء الله يبقى في اكثر من مداخله وهنتابع مع بعض وهقول لحضرتك دايما عن نتائج اول باول. استاذ ابراهيم امين عضو مجلس اللجنه البارالمبيه شكرا جزيلا لك. دي قضيه مهمه جدا وان شاء الله هنتبناها هنا وهنفضل وراها في برنامج الاشبال من خلال شاشه قناه النادي الاهلي لما نلاقي يعني ان شاء الله حل لهذه المشكله ان فعلا عايزين نحول صرخات والام الولاد الصغيرين دول لفرحه وان شاء الله لما نشوف الفرحه دي بعينينا فعلا يعني الفرحه يعني هتكون كبيره جدا جدا جدا. دايما في برنامج الاشبال بنسلط الضوء على النجم ونجم كبير ليه تاريخ كبير داخل النادي الاهلي وهو لاعب وهو كمان مكتشف للنجوم والمواهب. نجمنا النهارده كان باك ليفت عالمي كان من جيل 90 حقق بطولات كتير مع النادي الاهلي وحصل على افضل لاعب في مصر 3 مرات. حصل على 17 بطوله مع النادي الاهلي 5 بطوله دوري عام و6 بطولات كاس مصر و2 بطوله دوري ابطال افريقيا و3 بطولات كاس كؤوس افريقيه وبطوله افرو اسيويه. نجمنا لعب اكثر من 300 مباراه مع النادي الاهلي. هو نجمنا الشيخ ربيع ياسين. نشوف تقرير عن الكابتن ربيع ياسين ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. إذا سألت أحدهم عرف معنى الكفاح المرتبط بالنجاح قل له مباشرة ومن دون تردد ربيع ياسين. ولد أفضل من لعب في الجهة اليسرى صاحب الموهبة الفطرية في 7 سبتمبر 1960 بمحافظة بني سويف. بدأ لعبة كرة القدم في مركز شباب الفشن ببني سويف ثم مباشرة إلى النادي الأهلي بعد مباراة بين فريق النادي الأهلي ونادي تليفونات بني سويف في نهاية السبعينيات من القرن الماضي.
ليواصل رحلة عطائه مع النادي الأهلي حتى نهاية موسم 92. حصل ربيع ياسين الذي كان يجيد المراوغة والتسديد بالقدم والرأس وإحراز الأهداف على لاعب في مصر 3 مرات، حصل على 17 لقبا مع النادي الأهلي، حيث أحرز 5 بطولات للدوري العام، 6 بطولات لكأس مصر، 2 لدوري أبطال إفريقيا، 3 بطولات إفريقيا أبطال الكؤوس، 1 للكأس الأفرو أسيوية، وذلك خلال أكثر من 300 مباراة مع النادي الأهلي. خاض ربيع ياسين مع منتخب مصر 118 مباراة دولية. أهم ما يميز مسيرته الدولية طيلة هذه المباريات وما يشبه حبة الكريز فيها هو مشاركته مع الفراعنة في كأس العالم بإيطاليا عام 90. لم يكن ربيع ياسين نجما فوق العادة في كرة القدم، فقد برزت نجوميته بشدة في دماثة أخلاقه وتواضعه في الملعب وخارجه، فهو قدوة للشباب والناشئين في كل الأوقات. بعد مسيرة حافلة من العطاء مع الأهلي ومنتخب مصر، اعتزل ياسين الكرة عام 92 فيما عرف بمذبحة 4 الشهيرة في النادي الأهلي، التي تم فيها الاستغناء عن طاهر أبو زيد، علاء ميهوب، ربيع ياسين ومحمود صالح، وذلك بعد حصول الأهلي على بطولة كأس مصر بعد التغلب على الزمالك. لربيع ياسين محطات تدريبية كثيرة، من أبرزها مع منتخب مصر للشباب، حصل معه على كأس الأمم الإفريقية عام 2013. يتولى الآن قيادة منتخب الشباب مواليد 2001، وذلك استعدادا لكأس الأمم الإفريقية التي ستقام في موريتانيا عام 2021. ينتهج الأشبال نهجا منذ بدايته، نحن لا نحتاج أن يكون النجم فقيدا أو رحل عن عالمنا لنكرمه، فنحن نكرم ونقول شكرا لمن أعطى وما زال يعطي، فكل الأمنيات بالتوفيق لمن أسعدنا وأمتعنا كلاعب لعبا وخلقا وتواضعا. كابتن ربيع ياسين، شكرا. نتمنى ان شاء الله ياسين التوفيق خلال الفتره الجايه هو جهازه الفني مع منتخب مصر للشباب 2001، وان شاء الله قادر انه يحقق نفس الانجاز برضه في 2013 لما خد كاس الامم الافريقيه وصعد بالجيل الذهبي لمصر، طلع لعيبه لمصر زي صالح جمعه، زي رامي ربيع، مصعد عوض، كهربا. ان شاء الله نتمنى له التوفيق ويحقق برضه نفس التجربه ان شاء الله ويحقق فيها نجاح. برضه خلال الفتره الجايه بنتمنى التوفيق لاحد نتاج قطاع الناشئين من المدربين، الكابتن عادل مصطفى، احد المدربين الواعدين الصاعدين، بدا مشواره في القطاع بعد كده تم تصعيده خلال الفتره الفريق الاول، وان شاء الله يخوض تجربه مهمه ان شاء الله مع نادي الوحده السعودي. بنتمنى له التوفيق فعلا. عادل مصطفى من الشخصيات المحترمه، مدرب قدير ان شاء الله يكون ليه مستقبل كبير ان شاء الله في عالم التدريب. نروح لفاصل، وبعد الفاصل مستمرين مع حضراتكم مره ثانيه. برحب بحضراتكم مرة تانية، وهنروح دلوقتي لفقرة نجم على الطريق. دايما بكون معانا في برنامج الأشبال فقرة نجم على الطريق، نجم دايما بنتنبأ له إن شاء الله هيكون ليه مستقبل مع النادي الأهلي. النهاردة نجمنا هو عبد الوهاب علي، مهاجم فريق 2001، من المهاجمين الواعدين الصاعدين، وهو هداف 2001 برصيد 10 أهداف. نروح نشوف تقرير عن عبد الوهاب علي، نرجع لحضراتكم مرة تانية. جول 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 جول، عبد الوهاب بيلحق، جول جول، عبد
للوهاب علي شادي العرضية الأرضية جول 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 عبد الوهاب يضع الهدف الأول واللحن الأول جوا جول عبد الوهاب. كنت رحت جراند اوتيل درية تانية عندنا في الغردقة فما حصلش نصيب ومشيت يعني فجيت لعبت دورة كوكاكولا فالحمد لله شافوني فالمهم اختاروني رحت يعني مضيت هنا لعبت سنتين وفي سنة 2013 جيت هنا النادي الأهلي فمن أول يوم يعني نزلت فيه والحمد لله قال لي تجيب كل حاجة تجيب الاستغنى بتاعتك وكل حاجة وتجي تمضي وكده يعني فالكابتن عماد النحاس كان ماسك هو والكابتن محمد عامر هنا في النادي فخلصوا كل حاجة معنا في النادي يعني في جراند أوتيل وكل حاجة فخلصوني من هناك كل حاجة. أي حد مثلا في مصر يتمنى أو في العالم يعني في العالم العربي كله يتمنى يلعب في النادي الأهلي. النادي الأهلي اسم كبير ونادي القرن وأي حد يتمنى يعدي جنب سور النادي الأهلي طبعا. النادي الأهلي حاجة كبيرة طبعا مش أي حاجة وفخر لأي حد يلعب في النادي الأهلي وشرف لأي حد يلعبنا في النادي الأهلي ويكون موجود في النادي الأهلي. وأنا الحمد لله ربنا أكرمني بالنعمة دي الحمد لله وربنا يديمها نعمة إن شاء الله بإذن الله وأكمل وأكون في الفريق الأول إن شاء الله بإذن الله. النادي الأهلي بيعلم كل حاجة من أول حاجة لآخر حاجة. يعني اولا بيعلمك الصلاه وبيعلمك كل حاجه بيعلمك الاخلاق وعليك الالتزام وبيعلمك الروح وبيعلمك كل حاجه كله بيحن لامه وابوه بتيجي فتره الواحد بيحن طبعا لامه وابوه تبقى حاجه حلوه كده لما يكون قاعد وسطهم كده بس في الاستراحه يعني الواحد يعني هنا يعني قاعد وسط اللعيبه وسط الناس ووسط اصحابه واخواته وكل حاجه في حاجه جميله يعني الواحد مش بيحس باي حاجه يعني بنصحى مثلا على الساعه 9 الفطار طبعا مشرفين في مدير الاستراحه استاذ جلال استاذ عادل استاذ عاطف استاذ عصام استاذ اشرف طبعا مش عايز ننسى حد بيصحونا مثلا على الساعه 9 كده الافطار بيبقى من 9 ل 10 بنفطر بعد كده بس بنصلي مثلا بردك يعني في مجموعه حافظين على الصلاه صلاه الفجر ودي حاضره دايما في الاستراحه بنصحوا بعض يعني انا صحيت مثلا بصحي زمايلي حد تاني صحي بيصحي زمايله يعني بنصحوا بعض بنصلي الفجر صلاه الفجر دي بتبقى دايما حاضره في الاستراحه يعني وحياة كويسة جدا مثلا في الاستراحة دي وبنصحى مثلا الصبح بعد الافطار واللي معاه تمرين بيروح التمرين اللي معاه ماتشات بيروح الماتشات وكده يعني دايما متجمعين مع بعض ولما يكون في ماتش دايما قاعدين مع بعض وكده يعني ماتش دوري ابطال اوروبا كده يعني والله انا مش عايز انسى اي مدرب كلهم اقسم بالله اتعلمت منهم حياتي يعني كلهم اتعلمت منهم والله من اول يعني اول مدرب اتعلمت يعني اتعاملت معاه مرنت معاهم كابتن احمد جمال والكابتن ياسر محمدين والكابتن احمد سمير طبعا كنت اتعلم معاه في الاكاديميه كانت في كان في يوم واحد فينا كان يوم السبت ده بيبقى فيه مهارات فلما كنا نعمل مهارات هناك فلما كنت جاي من جراند اوتيل يعني كان المهارات دي كنت انا وواحد اسمه كان محمد سلام معانا وكذا لعيب كده فنهرب من المهارات دي كناش نعرف نعملوها المهارات دي فالكابتن احمد سمير بيجيبنا ويعلمنا المهارات لغايه ما علمنا والله الكابتن احمد سلام اتمرنت معاه اول ما جيت هنا هو اللي اختارنا اصلا هنا جابني الكابتن احمد سمير هو اختارنا بردك هو يعني هو اللي سمى على نقعد في النادي وكده يعني اتكلم عليه وهو دايما بيتكلم عليه ودايما بيكلمني واول ما جيت هنا اتمرنت معاه هو الكابتن هشام حنفي طلعني معاه هو الكابتن احمد سراج فكان دايما بيساعدني معاه الألفين ودايما كان بيلاعبني وكان بيراهن عليا دايما اهم حاجه طبعا هي الموجود في لعيبه النادي الاهلي الالتزام النادي الاهلي طبعا بيحب الالتزام وبيحب الروح يكون اللعيب عنده روح وقلب قبل اي شيء يعني اهم حاجه الملتزم والمحترم ويكون عنده الروح كل يعني قبل اي حاجه فهم دايما بيقولوا لنا مثلا ممكن في لعيب يكون مثلا مهارته بتاعته قليله وكده بس يكون عنده روح وعنده قلب فاللعيب الاهلي بيقول يكون عنده القلب والروح قبل اي شيء يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا اكرمني ونعم علي النعم زي دي اللي انا فيها الحمد لله ودعوات امي وابويا هي اللي وصلتني هنا الحمد لله وعايز اشكرهم يعني مش عارف اقول لهم ايه يعني بس يعني الواحد عايز يعني يعمل اي حاجه علشان امه وابوه عملوا كل شيء من اجلي يعني يعني وتعبوا جامد يعني معي وكافحوا دايما ابويا وامي طبعا هم اللي ربوني وعملوا لي كل حاجه يعني وتعبوا مع اخواتي وانا اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ربنا يكرمني كده سبحانه وتعالى ويعليني ويرفعني كده ان شاء الله عشان خاطر ابويا وامي وعشان خاطر اخواتي وعشان خاطر الناس بلد طبعا الناس الطيبه والله يعني اسال ربنا سبحانه ربنا ايه ييسر لي حاله كده ويفتح لي الخير ان شاء الله باذن الله اللي جاي ان شاء الله. الاقصر جميله يعني الاقصر فيها المعابد وفيها كل حاجه الاقصر جميله جدا وناسها طيبه جدا وناسها ناس الكرم طبعا معروفه بيقول لك الاقصر واسوان اللعيب الاهلي بيكون عليه ضغوطات وكل حاجه فلاعيب الاهلي هنا
كل حاجه محسوبه عليه، اي حاجه يعملها محسوبه عليه. فدايما لعيب الكوره لعيب النادي الاهلي بيكون ملتزم في كل حاجه، بيعمل حساب لاي حاجه. مثل على كابتن عماد متعب والكابتن طبعا اسامه حسني، بلعب فرويد زيه طبعا. والله والله كابتن اسامه يعني هو لما برنامج الاشبال اتعمل هو خلى اللعيبه يعني سلط ضوء على النادي هنا في الناشئين. وعايز اقول لجماهير النادي الاهلي يعني ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله رجع بقوه، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي هياخد بطوله افريقيا السنه دي ان شاء الله، وياخد كل حاجه ان شاء الله باذن الله. جول 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 جول، عبد الوهاب بيلحق جول، عبد الوهاب علي شادي العرضيه الارضيه جول جول جول، عبد الوهاب يضع الهدف الاول واللحن الاول جوه جول. عبد الوهاب علي لعيب محترم وهداف كبير في قطاع الناشئين، وكمان يعني راجل من الاقصر، وتحيه من برنامج الاشبال لكل اهلنا في الاقصر، خاصه الاقصر كلهم يعني جماهير النادي الاهلي وبتشجع النادي الاهلي. هنروح دلوقتي لفقره الذكريات. دايما بيبقى معانا واحد شاهد على العصر في قطاع الناشئين او في الفريق الاول. كان معانا الاستاذ فتحي كشك في اول حلقه، كان معانا عم حارس وشاهد برضو على لحظات يعني اول لحظه من الناشئين واللاعب طالع وبيلعب مع الفريق الاول. فالنهارده معانا كابتن عبد الله عيد. عم عبد الله عيد زي ما بنقول له في قطاع الناشئين عاصر اجيال كتير داخل النادي الاهلي من اول لحظه انضمامهم في الاختبارات مرورا بقطاع الناشئين لما وصلوا للفريق الاول. عاش حياته كلها داخل النادي الاهلي عم عبد الله عيد. نشوف التقرير ده مع الكابتن عبد الله عيد الاداري بقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. فضل وكرم عند ربنا، كل اللي يعرفني من صغري عارف ان انا اهلاوي، وانا بموت في النادي الاهلي من قبل ما اشتغل فيه، وسعيت عشان اشتغل في النادي الاهلي. انا سعيت عشان اشتغل في الاهلي، وربنا وفقني بالكابتن حسن حمدي هو اللي عينني في جهاز الكوره. كابتن حسن حمدي علمنا ان كل واحد مسؤول في حتته. لو رحت اشتكيت من اي حاجه يقول لك روح لمدير الكوره، محدش يجي لي. ده تعلمناه، تعلمنا كل واحد ليه اختصاصه، ما يتعداش اختصاصه. ده من اهم حاجه اللي اتعلمناها ايام كابتن حسن حمدي وكابتن صالح سليم. وعلى فكره الكابتن صالح سليم يعني كان بيجي يتفرج على البراعم هنا كل اسبوع ساعه، من حلاوه اللعيبه اللي كانت موجوده. كان هاي معانا كابتن كروفر، كابتن بدر رجب، كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن محمد السيد، دول كانوا في البراعم. انما لما جيت هنا كان في بقى مدربين عظام، مختار محمود صالح، رمضان السيد، مجدي طلبه، شطه، كل مش عايز انسى حد عشان لو نسيت يبقى غلطان. انما دول انا جيت على دول دلوقتي بقى عمالقه في التدريب. كابتن صالح سليم كان قليل الكلام جدا. انا في موقف كان في رئيس نادي اسكو اسمه المهندس علي رخ، قال لي يا عبد الله قول للكابتن صالح انا الكارنيه بتاعي ما جاش. فانا قابلت الكابتن صالح وهو طالع، قلت له الكابتن المهندس علي رخ بيقول لسيادتك الكارنيه، اكني ما اتكلمتش ولا اي حاجه. قبل ما رحت عند جهاز الكوره كان مدير النادي جاي بيجري ورايا، انت ما قلتلناش ليه؟ قلت له هو قال لي قول للكابتن صالح، ولا اكني كلمته ولا رد عليا ولا حاجه. بس هو قراراته في وقتها، طول عمره قراراته في وقتها. كابتن محمود الخطيب وهو معاه في الفرقه وانا معاه، كان انا الوحيد اللي بروح ادي ناس فلوس في بيوتها من غير ما حد يعرف. يعني كان مطلع مبلغ انا بوزعه على البيوت، ده ما كانش حد يعرفه ولا لغايه دلوقتي حد يعرفه غير انا وهو. في موقف تاني، واحد كلمه الصبح وكلمني بالبيت قال لي انزل بسرعه، في ولد والده متوفي وعايز يطلعه من القصر العيني وشوفه لغايه ما توصلوا البلد. جبت العربيه وحضرت نفسي وسالت الراجل انت فين؟ قال لي انا موجود في النادي. نزلت له قال لي بس هتكلم في التليفون، راح يكلم في التليفون ما رجعش تاني. عشان كده كان يقول لي ما تديش حد فلوس غير في بيته. ده طول عمر الكابتن خطيب كده. انا بقالي 38 سنه في النادي الاهلي من الدرجه الاولى لغايه والاشبال والبراعم،
وكنت في الدرجه الاولى كان الكابتن حسن حمدي هو اللي معيني في الدرجه الاولى، وبعدين الكابتن محمد رمضان طلب من الكابتن ثابت ان انا جاي هنا معاه في الناشئين، فجيت معاه رحبت بيه بالموضوع واشتغلت مع الكابتن محمد ماهر محمد رمضان، وبعديه الكابتن احمد ماهر وكابتن زيزو وكابتن محمد عامر وكابتن عادل تعيمه وكابتن شطه وكابتن فتحي مبروك في الاخر. انا بس عايز اقول الاول من الكابتن محمد رمضان والكابتن احمد ماهر كان بيطلعنا اوروبا كل سنه بالبراعم، كل سنه بالبراعم. ايام الكابتن محمد رمضان طلعنا مارسيليا في فرنسا وفنلندا، كابتن احمد ماهر طلعنا النمسا اكتر من مره وطلعنا انجلترا، فكان كل سنه بطلع ببراعم السفريات دي، وكنا يعني بنجيب كل الجوائز من هناك المركز الاول. لدرجه ان مارسيليا ما رضوش يبعتوا لنا تاني عشان خدنا كل الجوائز. فدي حاجه. الحاجه الثانيه اللعيبه اللي طلعنا من عندنا لعيبه، كان في كل انديه الدوري الممتاز من عندنا لعيبه. ايام الكابتن احمد ماهر كان عايز يلغي تقريبا 87 ويطلعهم على الفرقه الاكبر. كابتن علاء ميهوب صمم ان دول يلعبوا، قال له لما ما مش كاملين قال له يلعبوا، قال له خلاص انت ما فيش جهاز ليك، قال له انا هاخد عبد عبد الله وانا وهو. والمفاجاه ان احنا خدنا بطوله الجمهوريه، مفاجاه بال 12 لعيب دول خدنا بطوله الجمهوريه. الماتشات اللي انا ما انساهاش موقف في نادي المصري في بورسعيد، كابتن الخطيب ابتدى يسخن، طبعا المدرج كله هاج على الخطيب بالسباب يعني، نزل الملعب جاب جون بكعب رجله، كل المدرج ساكت ازاي ده جاب لغايه لما خلص الماتش. الخطيب ياخدها ويعدي من جمال وعاوز يشوط، عاوز يشوط الخطيب، يلعبها ببطن رجله حلوه لخالد جاب الله ولوحده وهيرفع يلعب كره عرضيه للخطيب حلوه بكعب رجله يحط الكوره على شمال عادل عبد المنعم. هقول لجماهير النادي الاهلي نصبر ان شاء الله، هيبقى فريقنا قوي باذن واحد احد باذن الله، بدعم الجمهور بدعمكم جامد مع الفرقه عشان نقف على رجلينا تاني، وان شاء الله نبقى في الاحسن باذن الله. من الناس المخلصه جدا 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 داخل قطاع الناشئين بالنادي الاهلي وداخل النادي الاهلي، عم عبد الله عيد 38 سنه من العطاء، ربنا يا رب يديك الصحه يا عم عبد الله. زي ما بنهتم بكل الفرق داخل القطاع 90 او 99 او 2001 او الفرقه اللي بتلعب منطقه، برضه لينا اهتمام كبير باساس النادي الاهلي، مستقبل النادي الاهلي هو براعم ومدرسه الكوره بالنادي الاهلي. علشان يبقى عندك فرق قويه لازم يبقى عندك براعم قويه. النهارده هنشوف تقرير مع 2008 براعم النادي الاهلي، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. من بدايه الموسم وقطاع البراعم ما شاء الله يعني شغالين كويس، من اول فرق 2005 لغايه فرقه 2009، والخمس فرق دول ما شاء الله محققين نتائج طيبه، ومعظم الفرق يعني ماشيين اول في البطوله اللي هم كل فرقه بتلعب فيها يعني. بالنسبه للولاد ما شاء الله يعني قطاع البراعم مبشر بالخير، ان في نواه للفريق الاول، في لعيبه ما شاء الله لعيبه مميزه، طبعا هم يعني لسه برضو صغيرين قوي يعني، بس هم في ناس ما شاء الله مبشره ان هم يكملوا ويستمروا يعني، وبنحاول ان احنا نطور اداء الولاد في الملعب، وبنحاول ان احنا كل ولد يبقى عارف واجبات مركزه ايه، والحمد لله ان شاء الله بخير يعني باذن الله. والله هو في السن دوت سن البراعم يعني، احنا رقم واحد بنبص المهاره، رقم اثنين بنبص الناحيه البدنيه الناحيه الجسمانيه القوه السرعات يعني. الولد دلوقتي بقى الكره كلها بقت كده يعني، بقت سرعات، الفرقه اللي بيبقى عندها سرعات هي اللي بتقدر مثلا تتحول من الدفاع للهجوم، هي اللي بتقدر تتحول لما بيبقوا بيهاجموا بالارتداد السريع. فانا عن نفسي يعني ببص دايما للولد، حته المهاره دي بتبقى رقم واحد عندي بالنسبه للسن الصغير، بعد المهاره السرعه، بعد السرعه لو القوه الجسمانيه كمان يبقى مميز بيها دي تبقى حاجه كويسه. طبعا كابتن فتحي مبروك رئيس قطاع الناشئين
يعني أو يعني بينزلنا الملعب كتير وبيبص على الولاد، ولو في ملاحظات لو في سلبيات احنا بنقولها له هو بيحاول يحلها لنا، لو في ايجابيات بيحاول يزودها لنا. بالنسبة لكابتن تامر حفني طبعا هو مسؤول عن 2007 و2008 و2009 و2010 في البراعم. بالنسبة لنا 2008 كابتن تامر الفرقة دي مش غريبة عليه، ما شاء الله وبقاله 4-5 سنين ماسك قطاع البراعم، فهو حافظ الفرقة دي كويس. فهو حتى من وقت ما أنا جيت ومسكت هو بيساعدني يقول للولد ده هيبقى كويس، الولد ده اديله دلوقتي، الولد ده استنى عليه شوية. فأنا ما بعملش أي حاجة طبعا إلا لما برجع لكابتن تامر، هو الرئيس قطاع البراعم يعني بالنسبة لفريق 2008، وأنا بالنسبة لي يعني مدير الفني 2008، فأنا وهو بنكمل بعض. لو أنا في حاجة شايفها أنا بقولها له، لو هو في حاجة شايفها بيقولها لي، فبنقدر نتعاون مع بعض يعني وبننسق مع بعض بحيث أن الولاد يستفادوا من خبرات كابتن تامر ومن خبراتي. والحمد لله الدنيا ماشية كويس، ما فيش أي مشاكل ولا أي سلبيات، والحمد لله يعني الدنيا ماشية بخير يعني الحمد لله. أنا اسمي ياسر، لاعب النادي الأهلي، مواليد 2008، بلعب باكرات. انا كنت بادئ في الاكاديميه وكابتن تامر صعدني الاكاديميه للقطاع، اللي احنا نلعب بروح وانتماء ونلعب دايما على المركز الاول وما بنخسرش دايما نكسب. انا بلال محمد عطيه بلعب فريق النادي الاهلي مواليد 2008 ومركز مهاجم. انا جيت الاهلي عن طريق الاختبارات في النادي هنا. انا اتعلمت في الاهلي الالتزام وهدفنا على طول ان احنا نكسب. انا زياد محمد ايوب لاعب الاهلي مواليد 2008 مركزي مهاجم. انا جيت الاهلي عن طريق اكاديميه الشيخ زايد، كابتن تامر حفني راح هناك شافني واختارني. انا اسمي سيف الدين زكريا وشهرتي توك توك 2008، بلعب مركزي هاف يمين، نفسي ابقى زي ابو تريكه. قال له انا بحبك نفسي اطلع زيك ان شاء الله. شيء حلو جميل لما تشوف براعم النادي الاهلي ولد 2008 عنده 10 سنين وبتكلم عن روح الفنانه الحمراء، بيتكلم عن دايما المكسب وروح المكسب، ودايما ما بنشوفش غير المكسب، فدايما تطمن على مستقبل النادي الاهلي اللي من خلال براعم ومدرسه الكوره بالنادي الاهلي. دايما كاميرا الاشبال بتتجول داخل قطاعات الناشئين في مصر، روحنا المولين العرب وروحنا مصر المقاصه وروحنا طلائع الجيش. دلوقتي كاميرا الاشبال هتروح من اهم قطاعات الناشئين في مصر، هو قطاع الناشئين بإنبي. كابتن امام محمدين ما شاء الله عامل شغل هايل 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 جدا يعني على سنوات طويله، ربنا ان شاء الله يعني يشفيه. يعني كابتن امام محمدين اسم كبير في عالم الناشئين. نروح نشوف التقرير ده من داخل قطاع الناشئين بإنبي ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. لازم ندي الفضل لأصحابه، هو الأساس في الموضوع دوت كابتن إمام محمدين، ده الأساس اللي كان له الباع الأكبر في قطاع الناشئين. وإحنا بطبيعتنا يعني أنا واحد من الناس اللي هي تقريبا بصمته كبيرة على النادي، لأن أنا اللي أنشأت يمكن نادي إنبي وصعدت بيه لغاية ما طلع دوري ممتاز. فحياتي كلها أو ابني وبنتي وأهلي كلهم هو نادي إنبي. نذكر النادي الأهلي إن هو عنده منظومة متكاملة فنيا وإداريا، وبالتالي إنبي يمكن ماشي على نفس النهج اللي لنادي إنبي لنادي الأهلي، وبالتالي احنا عندنا ناس ملتزمة جدا، عندنا نظام إداري وفني على أعلى مستوى، عندنا التزام من اللاعبين والإداريين والمدربين، وبالتالي انت بتشوف منظومة متكاملة فعلا من أحسن الأندية الموجودة نادي إنبي. بالنسبة لقطاع الناشئين بيشرف عليه أحد أبنائي وهو نائب مدير النادي وكان أحد اللاعبين المميزين عندي وهو المشرف على قطاع الناشئين. فعلا فعلا قطاع الناشئين واخد جزء كبير جدا من اهتمامات الإدارة، وبالتالي العائد أنت يديك شايفه، فالناس مش مقصرة في حاجة، أدوات، ملاعب، كرة، تغذية، مرتبات، كل حاجة ماشية كويس جدا. فعلا الإدارة مدعمة، وهي ده أهمها على فكرة، من أهم الحاجات اللي في الإدارة دلوقتي هي قطاع الناشئين جنب الفريق الأول، بس القطاع هنا واخد اهتمام كبير جدا من المسؤولين وعلى طبعا رأسهم المهندس علاء خشب اللي هو رئيس النادي. الحمد لله في فترة قصيرة الحمد لله قدرنا إن احنا نحط نفسينا كويس قوي من أحسن فرق القطاع الناشئين اللي موجودين في مصر الحمد لله، بفضل دعم رؤساء مجالس الإدارات باستمرار،
خير المهندس علي خشب واستاذ زكريا السيد نائب الرئيس وكابتن مصطفى الامير. الحمد لله معانا اسميه يعني كبير العائله في قطاع الناشئين كابتن امام محمدين. الحمد لله من ساعه ما بدا القطاع مجهود غير عادي معاه رفيق جهاد خلال الفتره دي كلها كابتن ابراهيم محمد. الحمد لله قدرنا ان احنا نحط نفسينا كويس قوي وحطينا نفسينا في مصاف الانديه الكبيره زي النادي الاهلي ونادي الزمالك ونادي المقاولين. الحمد لله بقى قطاع يتعمل له حساب من كل الفرق والحمد لله دلوقتي راضيين على ان احنا واصلينه. السنه اللي فاتت الحمد لله واخدين 5 بطولات، السنه اللي قبلها كنا واخدين 7 بطولات. الحمد لله احنا ماشيين على نهج كويس. رسالتين هوجههم. الرساله الاولانيه انا بشكر مجلس اداره النادي الدعم دايما باستمرار لقطاع الناشئين برئاسه المهندس علاء خشب والاستاذ زكريا وكابتن مصطفى الامير. الرساله الثانيه اللي انا عايز اوجهها وانا بصفتي المختص بالنواحي الاداريه في القطاع، اتمنى ان من خلال قناه النادي الاهلي ان احنا نتبنى مشكله قضاء على التزوير والتسليم. مشكله القضاء على التزوير والتسنين بعد الفتره دي ممكن الخصها لك في كلمه واحده نقدر ننهي بيها الحوار او الجدل اللي داير باستمرار. قرار بكل بساطه ممنوع اي لعيب شهادته بتقول ان هو مقيد في غير سنه انه ما يلعبش قبل سن 17 سنه. اعتقد ان ده بكل بساطه هنقضي على المشكله دي. اتمنى ان ده يتم. اعتقد ان كله لمصلحه اولادنا وفي الاخر بشكركم على وجودكم معانا وبشكر الكابتن سامح حسني ونتمنى لكم مزيد من النجاحات ان شاء الله. والله اول ما جيت من 8 سنين كده كان الكابتن امام في اول ما جيت كنت على الملعب ده كان في ماتش ود كده وكان هو اللي واقف يتفرج بره هو والكابتن عماد جابر والكابتن محمد اسماعيل. فبعد ما طلعت هو اللي قال لي تريكا بقى شباني بتريكا. طبعا فخر طبعا ان شباني الكابتن يعني قدوه بتاعته طبعا كابتن محمد ابو تريكا. قطاع الناشئين فيهم بينا احتراف بامانه والله بجد احتراف هنا. انت عاوز اقول لك ان انت مفيش فرق بينك وبين الفريق الاول. انت هنا بتتعامل كل يعني اللعيب يعني مفيش حاجه بيبخلوا عليها فيها وزي ما احنا شايفين النجاح طبعا بيتكلل في الاخر ان ربنا يكرم وتلاقي في بطولات طالعه في نادي انبي وتلاقي في اخر السنه تلاقي ما شاء الله تلاقي على الاقل خالص تلاقي في 3-4 بطولات في النادي يعني ما شاء الله. النادي ده بيتي وللفضل عليا طبعا مدى ربنا. بقيت 8 سنين في النادي الحمد لله طبعا ما فيش اي تاثير من النادي وطبعا بشكر النادي من قناه النادي الاهلي بشكر انبي لان انبي فعلا ما بقصرش مع اي لعيب في اي حاجه وان شاء الله كده نديله حقه وان شاء الله وربنا يكرم كده ونقدر نحطه في المكانة اللي هي بتاعته طبيعية ان شاء الله. فعلا قطاع الناشئين بإنبي يعني قطاع ناشئين قوي دايما بنفس الاهلي على البطولات في قطاعات الناشئين. وطبعا يعني كابتن امام محمدين ربنا يشفيه يا رب نتمنى له الشفاء العاجل. يعني عامل معاهم شغل للمدار سنوات طويله شغل هايل جدا جدا جدا. وإنبي برضو بيخرج ناشئين لكل أندية مصر زي النادي الأهلي. كان الدور الأول انتهى في كل المسابقات، مسابقة 99، مسابقة 97، مسابقة 2001 و2000 و2002 و2003 و2004. خدنا لحضراتكم تشكيلة الأفضل من الدور الأول، كل اللعيبة اللي تألقت بقى في الدور الأول من كل الفرق هنستعرضها دلوقتي مع حضراتكم على الشاشة. دي اللعيبة كلها اللي تألقت خلال الدور الأول. طبعًا في 2001 ابتدى المسابقه بتاعته في الدور الثاني لعب ماتشين مع الاسماعيلي ومع المصري. لكن هنشوف دلوقتي تشكيله بقى الدور الاول. في حراسه المرمى مصطفى الشوبير مواليد 2000. مصطفى الشوبير من الحراس المتالقين دايما بنذيع هنا على شاشه قناه النادي الاهلي مباريات مباشر ل 97 شباب الاهلي ودايما بيتالق وان شاء الله يكون ليه مستقبل في النادي الاهلي مصطفى الشوبير. باك رايت كريم يحيى احرز 4 اهداف، 2 مساكين محمد عبد المنعم احرز 3 اهداف، ومحمد مغربي احرز 4 اهداف، احمد حاتم باك ليفت احرز 2 وصنع 4 اهداف. عندنا برضو في وسط الملعب عربي بدر من اللعيبه المميزه ان شاء الله هيبقى ليه مستقبل كبير مع النادي الاهلي 2001 احرز هدف، مصطفى عزت احرز 3 اهداف. تحت المهاجم صالح نصر احرز 19 هدف
وهو هداف بطولة 99 من اللاعبين الواعدين الصاعدين. زياد طارق أحرز 6 أهداف وهو أكثر لاعبين صنعا للأهداف في هذه التشكيلة. شادي رضوان أحرز 7 أهداف، طبعا شادي رضوان يعني نتمنى له إن شاء الله الشفاء العاجل ويكون موجود ويرجع تاني يتألق ويصول ويقول تاني مع 2001. وأحمد ياسر ريان اللي بنتمنى له إن شاء الله التوفيق خلال الفترة اللي جاية، كانت إعارة مهمة جدا لأحمد ياسر ريان مع فريق الجونة هو وأحمد حمدي وعمار حمدي برضو الاتحاد السكندري، نتمنى له إن شاء الله التوفيق يكتسبوا خبرات ويرجعوا مرة تانية إن شاء الله النادي الأهلي بخبرات أكبر. البدلاء عندنا رمضان أبو حاطة في حراسة المرمى مواليد 99، أحمد داوود 2003، مصطفى إلياس 2000، محمد أشرف مواليد 2001، وليد عطية مواليد 2000، وعندنا محمد سيد عبد النبي مواليد 2000، أحمد سيد عبد النبي مواليد 2002، وعمار حمدي اللي راح إعارة لنادي الاتحاد السكندري مواليد 99، نتمنى له برضه إن شاء الله التوفيق. ده كان تشكيل القطاع في الدور الأول، برضه هنشوف أفضل 10 أهداف برضه في الدور الأول مع حضراتكم بالصوت والصورة. هاني أب هاني يلعب للفراري، الفراري شادي 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 رضوان شادي رضوان شادي رضوان شادي شادي جوه جول عالمي يا شادي عالمي يا الفراري الفراري شادي رضوان الفراري العالمي يحرز هدف عالمي هدف وأجمل أهداف الموسم انطلق الفراري والفراري لما ينطلق محدش يقدر يحصله عدى واخترق ومر وفات والكرة تتهادى تتمادى إلى داخل الشباك طرق زياد واحد والتاني زياد زياد العرضية قوية صالح يا ولد يا ولد جول 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 يغرد الزئبقي صالح مصر بالهدف أحمد سيد يلعب في اتجاه عبد الوهاب كعب القدم فين يا عبد الوهاب لحماده الفيل وهي جايه عبد الوهاب عدى يلعب عرضيه حماده عدال شادي يا ولد يا ولد يا ولد جول 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 جوه جول الفراري الفراري موهبه النادي الاهلي وموهبه مصر شادي رضوان يضع هدف رائع هدف جميل اجمل اهداف هذا الاسبوع شادي رضوان يا ولد يا ولد يا ولد يا شادي فخري محمد فخري ريان محطه هجوميه السلام فخري 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 جول 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 جوه جول هدف اول للنادي الاهلي اعتقد باللحظه واخرى ممكن نسمع للصفاره وما فيهاش تسلل ورايح ورايح ويكافئ نفسه محمود صابر النهارده بيسجل الهدف في الوقت بدل الضائع يتقدم النادي الاهلي مره تانيه لمحمد سامح لما ضاغط محمد ربيع ربيع قطع الكره منه ربيع بيدور يلعب في مين ميدو ميدو جاله من الشمال ميدو ميدو عدل نفسه ميدو ميدو عدل وبيدور يلعب لمين ميدو يلعب كورته لكريم كريم والتسديده الله 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 لا والله ملعوبة شكلها جميل يا ولد هدف كده زي اللي بنشوفهم في الفرق العالمية والله هدف كل الفرقة رايحة لعادل مصطفى إنما الله عليك يا كريم يا عثمان طلع له كريم يحيى فخري يلعب عرضية عدت يا ولد يا ولد يا ولد جول 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 جوه جول هدف أول للنادي الأهلي القلب يعشق كل جميل غنت سوما وقالت القلب يعشق كل جميل ومفيش أجمل ولا أحلى ولا أروع من الهدف اللي أحرزه النادي الأهلي صابر عايز يصوب ويسدد يا ولد يا ولد يا ولد على الهدف الله على الهدف هدف رائع يا ولد يا محمود يا صابر يا ولد يا ولد يا محمود يا صابر هدف رائع فين في المقص الايسر لمرمى شوبير حسن يوسف عايز يلم عايز يعدي عايز يمر يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد جول 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 جوه جول حسن يوسف يضع هدف اول لفريق الطلائع الجيش وداخل مصطفى يا ولد يا ولد بقول لكم بقول لكم ولد جميل حلوة 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 حطيتها في المقص ما يقدرش يعملها كل العشر أهداف أهداف حلوة تحس إنها في دوريات أوروبية يعني أهداف عالمية زي ما بنقول هنروح دلوقتي الفاصل وبعد الفاصل أستقبل ضيفي وضيفكم كابتن مدحت طه
المدير الفني لمواليد 99. ارحب بضيفي وضيفكم النهارده الكابتن مدحت طه المدير الفني لفريق 99. ازيك يا كابتن مدحت؟ اهلا وسهلا كابتن اسامه. اهلا وسهلا، كل سنه وانتم طيبين. منورنا ومشرفنا. الله يخليك، ربنا يخليك. في البدايه بقى قول لي كابتن مدحت طه، يعني البدايه في قطاع الناشئين كانت من امتى؟ والله انا جيت النادي الاهلي سنه 2005. 2005. من 2005 لغايه دلوقتي الحمد لله، يعني ما خرجتش من النادي. داخل تقريبا في 14 سنه. ما شاء الله. بدأتها مع مين بقى؟ كان البداية والله أنا أول شغلي كان مع الكابتن عبد العزيز عبد الشافي، كابتن زيزو. كان سنة 2005، كان في فرقة الشباب تحت 20 سنة. تمام. كنت المدرب العام مع الكابتن زيزو. وبعد كده فضلت بقى بعد كده اشتغلت مع الكابتن ضيا وكابتن فتحي مبروك، وبعد كده اشتغلت بقى لوحدي. طيب كابتن مدحت طه بقى، يعني أبرز الحاجات اللي بيتعلمها من الشيخ طه، واحنا كلنا كمان ما شاء الله يعني بنتعلم منه، وكمان هو بيحلل في الاستوديو التحليلي، ابرز بقى الحاجات، خاصه ان الكابتن مدحت قريب من الشيخ طه، ايه ابرز الحاجات او التعليمات اللي ممكن بيقولها الشيخ طه للكابتن مدحت؟ والله احنا طبعا زي ما انت عارف يعني البيت كله اهلاوي، ويعني نشأنا كلنا في حب النادي، وكلنا كنا متواجدين في النادي من صغرنا، اتولدنا ان احنا نحب النادي الاهلي، والحمد لله رب العالمين. كان كل تفكيرنا او تفكيرنا بالذات ان انا اخش في مجال التدريب، عشان كده دخلت في كليه التربيه الرياضيه وتخرجت سنه 92، واشتغلت فتره في نادي المقاولين العرب. تمام. وبعد كده انتقلت، يعني فتره كانت كبيره من 92 لغايه 2005 كنت في نادي المقاولين. يعني في خبرات قبل النادي الاهلي من 92 ل 2005. طبعا طبعا فتره طويله. وخرجت من خلال نادي المقاولين سنتين في الخليج بره، نادي الامارات، في نادي الخليج في الامارات سنه 94، وسنه 98 في نادي الجزيره في ابو ظبي. كويس. وبعد كده سنه 2005 انتقلت بقى للنادي الاهلي. والحمد لله لغايه دلوقتي. يعني ما شاء الله السنه دي مع 99 عامل يعني نتائج وعامل ماتشات قويه جدا، خاصه ان 99 يعني كان في فتره كده كان بعيد عن البطوله، لكن السنه دي ما شاء الله كابتن مدحت طه يعني في المنافسه وفي المركز الاول ومتصدر كمان. يعني قول لنا عن يعني 99. والله الحمد لله السنه دي احنا ماشيين بشكل كويس جدا. زي ما قلت لحضرتك في البرنامج الحلقه اللي فاتت في المداخله، ان انا قعدت مع اللعيبه واتكلمنا، وقلت لهم انتوا بقالكم فتره بعيد عن المنافسه، بقالكم فتره بتادوا الدوري بشكل يعني روتيني، عايزين نعمل حاجه مختلفه السنه دي. تمام. عايزين ننافس السنه دي، عايزين نترك بصمه، عايزين نبين للناس ان فرقه 99 دي فرقه كويسه، فرقه بتنافس، فرقه يستحق منها 3 4 يطلعوا الفريق الاول. والحمد لله الولاد السنه دي تجاوبوا بشكل كويس، ومن بدايه الموسم الحمد لله عملنا نتائج كويسه، والمكسب بيجيب مكسب زي ما بيقول الحمد. تمام. لله الفتره برضو اللي فاتت دي حققنا حوالي 11 فوز من 17 مباراه. كم يا كابتن مدحت؟ واحنا هنستعرض ده، احنا دلوقتي بنشوف جزء من التدريبات لفريق ال 99. عايز اعرف برضو تقول لنا كل الجهاز، جهاز اللي شغال مع كابتن مدحت طه. معايا طبعا كابتن اسحاق اول مدرب عام، كابتن احمد عبد الظاهر مدرب، كابتن خالد عثمان مدرب حراس مرمى، كابتن صابر سناده مدير اداري، ومعايا الدكتور اسامه طبعا طبيب الفريق، وكابتن احمد عبد الخالق المدلك، ومعانا طبعا عبد الرحيم عاطف مساعدين. في مخطط احمال معاكم يا كابتن مدحت؟ هو في مخطط احمال للجهاز الناشئين كله، يعني بيشترك مع الناس كلها. يعني بيشتغل ممكن مع ال 97 مع 99 مع ال 2000 مع ال 99 ومع ال 2000 مع ال 2000 يعني ليه دور مهم طبعا. طبعا يعني بيبقى في تنسيق في الشغل طبعا ما بينك وبين مخطط الاحمال. احنا عموما كل يوم حد دايما بيبقى عندنا بنخش الجيم، فبيبقى ليهم دور كبير طبعا في موضوع الاحمال ده. وفي تنظيم الاحمال دايما بيبقى في تنسيق معاك في الشغل، خاصه انتوا بتلعبوا كم مباراه في الاسبوع؟ لا هو مباراه واحده يوم الخميس. مباراه دايما الجدول محطوط من الاول ده الدور الاولاني، يعني الدور الثاني هيبقى فيه مضغوط شويه. هيبقى فيه اثنين وخميس في بعض الفترات عشان الامتحانات، عشان يلحقوا يخلصوا في وقت قبل رمضان. واحنا دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم جدول ترتيب 99. عايز اتكلم معاك بقى عن اقوى
المباريات اللي انت لعبتها في خلال الدور الاول؟ والله طبعا زي ما انت عارف يا كابتن اسامه الماتشات كلها بالنسبه لنا بتبقى صعبه. كل الفرق اللي بتلعب ضد النادي الاهلي زي ما انت عارف اذا كان مستواها 50% في ماتش الاهلي بيبقى 90%. طبعا فكل الفرق بتلعب ضدنا بشكل مختلف. احنا دلوقتي بنشوف الترتيب دلوقتي في فرق مواليد 99، النادي الاهلي في الصداره لعب 17 مباراه، فوز في 11 مباراه، تعادل في 4 ماتشات وخساره في ماتشين، ليه 35 هدف وعليه 18 هدف، متصدر برصيد 37 نقطة. الإسماعيلي في المركز الثاني برصيد 35 نقطة، وإنبي في المركز الثالث برصيد 34 نقطة، لا يعني والمولين العرب في المركز الرابع برصيد 30 نقطة، يعني المسافة قريبة. وزي ما بتقول دوري قوي زي ما احنا شايفين، الزمالك في المركز السادس برصيد 26 نقطة. يعني انا شايف ان المنافسه لسه قويه ولسه ما زالت في الملعب. لا طبعا المنافسه صعبه جدا والفرق كلها متقاربه. والغريب ان في الدوري بتاعنا ان مش شرط مثلا الترتيب ما بيهمش، يعني ممكن تبقى فريق مثلا في المركز القبل الاخير ممكن يكسب فريق مثلا في من الناس اللي بتنافس. وده تكمله الجدول، بيراميدز في المركز العاشر، 11 انتاج الحربي، 12 طلائع الجيش، 13 الاتحاد، 14 حرس الحدود، 15 بتروجيت، 16 وادي دجله، 17 الداخليه، وفي المركز الاخير 18 الجونه برصيد 7 نقاط. اتفضل يا كابتن. فزي ما بقول لك يعني الترتيب ده ما بيديش انطباع للناس ان هو الاخير، يعني لا ممكن تلاقي الاخير ده بيعمل نتيجه كويسه مع اي فرقه من الفرق اللي بتنافس في الصداره. فالدوري صعب جدا، يعني زي ما بقول لك دوري في منتهى الصعوبه. في ماتشات طبعا كان بالنسبه لنا فاصله، يعني مثلا ماتش انبي احنا بنلعب انبي في على ملعبها هناك، كانوا هم اللي في ورانا على طول. مش الاسماعيلي، كانوا هم اللي بينافسونا ساعتها. يعني الجدول بيشقلب، يعني نشوف الاسماعيلي نشوف انبي المقاولين، بيحصل تغير في الجدول. تمام. وكان في الاسماعيلي في فترات في بدايه الموسم اول 3 4 ماتشات كان هو المتصدر. تمام. وبعد كده احنا الحمد لله من ساعه ما حطينا رجلينا الحمد لله الامور ماشيه لغايه نهايه الدور الاولاني الحمد لله. فزي ما بقول لك ماتش انبي كان بالنسبه لنا مهم جدا. لان هم كانوا ورانا بنقطتين. فكان الماتش ده انت عارف الماتشات اللي دايما اللي فيها تنافس دي بتبقى بستة بونت. مظبوط. فالحمد لله قدرنا ان احنا نكسب انبي في انبي بعد طبعا فترات طويله كانت الفرقه 99 ما كانتش بتقدر تفوز على انبي بالذات في ملعبها. ممكن يكون في النادي عندنا بقى بنكسب، لكن بره ملعبنا دي كانت تبقى صعبه شويه. ده اول فوز للفريق 99 على انبي على ملعبه. تمام. صح كان. تمام الحمد لله. طيب عايز بقى اخدك لمباراه الزمالك، لعبتوا انتوا الزمالك انتهت بالتعادل السلبي. أيوه. في ملعب الزمالك. صح مظبوط كده؟ ايه بقى احكي لنا على المباراه دي. والله الماتش انت عارف دايما ماتشات بقى اهلي وزمالك تبقى خارج اي توقعات طبعا. الماتش كان ماشي بشكل كويس. خاصة الأهلي كان مسيطر على يعني أكثر مباراة في أوقات كتير وكان هو الأقرب للفوز يعني. مظبوط. احنا يعني يمكن احنا في آخر 10 دقايق مضيعين 3 أهداف انفرادات. يعني كنا نستحق إن احنا ناخد الثلاث نقط. مفيش شك طبعا الزمالك برضو في بداية الشوط الثاني يعني حوالي 10 دقايق كانوا هم برضو مسيطرين وضيعوا واحدة في العارضة، لكن احنا الحمد لله قدرنا إن احنا ببعض تغييرات قدرنا نعملها كجهاز نظبط نص الملعب والحمد لله قدرنا نمسك كوره. وزي ما بقول لك في اخر 10 دقائق كان وان سايد جيم، يعني احنا كنا المفروض نخلص الماتش بس يعني ما كانش فيه توفيق. تمام. الحمد لله. عايزك بقى تعرف كل جماهير النادي الاهلي بابرز المواهب الموجوده داخل 99، خاصه ان 99 ما شاء الله عندنا لعيبه كويسه، فانا عايز كابتن مدحت بقى هو اللي يعرف الناس بالمواهب الموجوده. اولا احنا فرقه 99 فرقه انا اعتقد انها يعني من الفرق المظلومه عندها فيها احنا يعني بنعرض اهداف دلوقتي وانت بتتكلم يا كابتن مدحت خلال المشوار الدور الاول لفريق ال 99. تمام. في لعيبه كويسه جدا بس للاسف الفتره اللي فاتت ما كانش في تنظيم ليهم بشكل كويس. في عندي حارسين مرمى كويسين جدا، عندي رمضان ابو حطب الحارس الاساسي عندي. تمام. عندي محمد طارق طبعا حارس هايل. تمام. كان بيلعب السنه اللي فاتت. تمام. عندي في خط الدفاع عندي الناس عدد كبير جدا، عندي ابراهيم باك رايت، عندي محمد شكري طبعا باك ليفت. عندي عادل، عندي مانو. في نص الملعب عندي احمد السيد لسه جاي منتقل السنه دي، جايبين السنه دي احمد السيد لعيب كويس جدا. عندي طبعا في صالح نصر طبعا هداف الفريق، عندي فهد جمعه،
الفيرود الاساسي اللي موجود عندي، عندي عدد كبير من اللعيبه، انا مش عايز انسى حد. بس كل دول الحمد لله، الحمد لله السنه دي بيأدوا بشكل مختلف. تمام. وروح مختلفه. تمام. فان شاء الله باذن الله بنحاول نفنش الموسم بالشكل ده، ونحاول بقدر الامكان ان مثلا اثنين او ثلاثه يقدروا مثلا درجه الله يبص عليهم، ده يعتبر مكسب بالنسبه لنا. يعني كابتن مدحت، وانت برضو يعني في حساباتك ان تبقى متصدر الدوري برضو، انك تصعد لعيبه الفريق؟ طبعا ده زي ما قلت لك يا كابتن اسامه، احنا الهدف بتاعنا في القطاع ان احنا نصعد الاول. ده الهدف القطاع، نصعد لعيبه للفريق الاول في كل المراكز، والدور الثاني او الحاجه الثانيه ان احنا نمشي ناخد بطولات، يبقى بالتوازي. فلكن احنا الهدف بتاعنا كقطاع ناشئين السنه دي ان احنا نصعد او نلبي احتياجات الفريق الاول في الاماكن النقص الموجوده فوق. ما شاء الله، انت بتقول لي في البدايه من 2005 ل 2018، ما شاء الله سنوات طويله من العطاء ده في قطاع الناشئين. عايزك برضو تعرف جمهور النادي الاهلي المواهب اللي اشتغلت تحت ايد الكابتن مدحت طه وبدات تبقى موجوده في الفريق الاول. والله يعني بعض الاسماء، عدد كبير جدا طبعا. كابتن ناس كتير جدا، كابتن عمرو جمال طبعا، عمرو جمال كان معانا، سعد سمير، محمد هاني. ده انا بقول لك اللي موجودين دلوقتي، في ناس كانت موجوده ومشيت. يعني كان لا اقول حتى لو في ناس طلعت ومشيت كتير جدا. بقى يعني كان معانا شبيطه، معانا عفروتو، رامي ربيع طبعا لسه موجود لغايه دلوقتي. في عمرو الحلواني في انبي كان معانا في النادي الاهلي. ده في اول سنه في 2005 الجيل ده كان موجود. هشام محمد، هشام محمد طبعا، والجيل بقى احمد شكري وعفروتو، كل دول كانوا معانا. فبقول لك عدد كبير جدا، يعني الحمد لله السنوات الكبيره دي عدت علينا كلها. كل انت عارف كنا بنمسك فرقه الشباب، فكنا البوابه اللي هي بتودي على الفريق الاول على طول. فالحمد لله عدد كبير يعني. طيب عايز اخدك بقى النقطه، وانت بتقول لي انك اشتغلت مع كابتن فتحي مبروك يعني مدرب عام، وهو دلوقتي كابتن فتحي مبروك اصبح مدير قطاع الناشئين. العلاقه بقى ما بينك وبين الكابتن فتحي، خاصه ان الكابتن مدحت اشتغل سنوات طويله مع كابتن فتحي مبروك. انا اشتغلت مع الكابتن فتحي سبع سنين متواصلين في فرقه الشباب. فطبعا الحمد لله يعني خلاص بقى فهمت طريقه تفكيره. فهمت هو بيبقى محتاج ايه، هو عايز ايه، فانسجمنا بشكل كبير. والحمد لله السنه دي ان هو موجود رئيس للقطاع يعني، فبيسهل علينا حاجات كتير، بالذات يعني التعامل معاه بيبقى سهل جدا، غير لما تبقى تتعامل مع واحد لسه جديد انت متعرفش تفكيره. فالحمد لله طبعا العلاقه هايله جدا، والامور ماشيه بشكل كويس، والحمد لله قطاع السنه دي متصدر في كل الفرق ما شاء الله. فالحمد لله السنه دي في طفره كويسه جدا. ونتمنى ان شاء الله انها تستمر باذن الله. دي كانت زياره كابتن محمود الخطيب في بدايه الموسم لقطاع الناشئين، وكان معانا تقرير دلوقتي من شويه كان العم عبد الله عيد فتره الذكريات، وكان بيحكي بيقول الكابتن صالح سليم كان بيجي للبراعم الاهلي الصغيرين ويحضر ويتفرج على تمرينهم. شايف الزياره دي خاصه الكابتن محمود خطيب يعني احد نجوم النادي الاهلي في كره القدم وحضوره لقطاع الناشئين، شايف الزياره دي ازاي يا كابتن ميرو؟ والله طبعا حاجه زياره مهمه جدا، بتدينا انطباع ان الاداره بتهتم بالقطاع بشكل كويس. تمام. وبتهتم بالمدربين بشكل كويس. والزياره دي يمكن انا في خلال ال 14 سنه حصلت مرتين، فمنهم مره الكابتن كان نائب رئيس، والمره دي الكابتن كان رئيس النادي. والمره دي ان هو جالنا في كمان في النادي، وجالنا في المكان اللي احنا متواجدين فيه، بتنقل لنا صوره ان في اهتمام كويس قوي السنه دي من الاداره للقطاع. واحنا ان شاء الله يا رب نكون عند حسن ظنهم دايما يا رب باذن الله. طيب عايز اخدك برضو نقطه كابتن فتحي مبروك، دايما بيسافر معاك في كل الماتشات يعني الماتشات الكابتن بيحضر طبعا، هو طبعا عشان الفرق كلها بتسافر، ففي اوقات بتبقى الامور ضيقه، لكن هو بيحاول بقدر الامكان، هو كابتن اكرامي يعني متواجدين دايما في كل الماتشات الخارجيه والداخليه. كابتن اكرامي برضه متواجد مع على كابتن طول فتح. على طول يساند كل الفرق، حتى لو بتلعب في السويس، بتلعب على طول في الاسماعيليه، في كل حته، في كل حته يعني. متواجدين في كل حته. فطبعا بيبقى عبء كبير طبعا عليهم ان هم طول الاسبوع بيسافروا في كل حته، فطبعا ده اهتمام كبير جدا منهم. وزي ما انت شايف نتيجه الاهتمام ده
التصدر بتاع الفرق بتاعت الدوري كلها الموجودة في القطاع. ما شاء الله باين كمان في 97، خاصة حتى لو 97 مرتبط بالفريق الأول، برضو بنتكلم عن 97 إنه بيتمرن داخل قطاع الناشئين في مدينة نصر، بنتكلم على 99، بنتكلم على 2000 2001 2002 2003 و2004، يعني ما شاء الله كل الفرق متصدرة. 2003 لسه إن شاء الله يعني هنسندهم برضو لما يتصدروا بطولة الدوري بتاعتهم. عايز أخدك برضو لنقطة مهمة جدا، هي عملية التصعيد، خاصة إن يعني في الدور الأولاني 99 ساعات بيفرغ لل 97 لعيبة. عايز اشوف عمليه التنسيق دي بتتم بين الكابتن مدحت وبين المدربين ازاي، خاصه ان الدور الثاني زي ما انت بتقول يا كابتن مدحت هيبقى الجدول كمان مضغوط، تلعب ماتشين في الاسبوع. هو طبعا احنا قعدنا من بدايه الموسم مع الكابتن فتحي والكابتن عادل عبد الرحمن والكابتن محمد يوسف، حضر برضو القعده دي، وحاولنا ننسق طبعا الامور، لان طبعا كابتن عادل كان عنده احتياجات ان هو محتاج ناس من ال 99، فهو دلوقتي معاه تقريبا 3 لعيبه متواجدين معاه بصفه دايمه. مين بقى؟ محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم. محمد فخري. فخري. ومحمد مصير. محمد بس بتستعين بيهم ساعات لو في ماتشات مهمه؟ استعنت بيهم مرتين، يعني منعم لعب معايا ماتشين بس لغايه دلوقتي. كويس. ونصير لعب برضو معايا حوالي 3 ماتشات. وفخري لعب اكتر، يعني فخري. وكان معانا عمار بس قبل طبعا هو انا لسه هاخد رايك دلوقتي في الاعاره، بس سيبك تكمل النقطه دي. عمار لعب برضو معانا فتره برضو كويسه. فدول الاربعه اللي متواجدين مع الكابتن عادل في 97. انا بقى باخد من فرقه ال 2000 من ال 2000 كابتن امين عرابي. كابتن امين عرابي بصراحه يعني الراجل ما بتاخرش علينا، دايما بيدينا اللعيبه. والحمد لله باخد منه حوالي 4 أو 5 لعيبه في كل مباراه. بيأثروا معانا جدا طبعا وبيزودونا بشكل كويس، وهم فرقه كويسه جدا، وانا اتوقع ان شاء الله ليهم ان هم في الفتره اللي جايه هيبقوا حاجه كويسه باذن الله. الدور الثاني ان شاء الله ممكن يبتدي على امتى؟ انتوا الفتره دي فتره توقف؟ توقف مظبوط. امتحانات، ابتديتوا تمرين ولا لسه راحه؟ لا بنتمرن الحمد لله، خدنا اجازه 5 أيام ورجعنا للتمرين تاني، ولعبنا امبارح ماتش ودي. وعندنا 3 ماتشات وديين تانيين ان شاء الله. لسه فتره المرحله هنبدا يوم 28/1 أول مباراة مع الإسماعيلي. مع الإسماعيلي فين؟ في الإسماعيلي. الإسماعيلي تبقى ودي مباراة قوية، خاصة إن الإسماعيلي كمان هو اللي في المركز الثاني، فزي ما أنت بتقول حضرتك دي هتبقى بستة بونت. إن شاء الله نتمنى لكم يعني فيها التوفيق. عايز أخدك برضو لنقطة مهمة جدا في دوري 99، أبرز المشاكل والصعوبات اللي بتواجه كابتن مدحت طه في الدوري ده. موضوع التسنين والتزوير هل برضه بيأثر على مواليد 99؟ طبعا في بعض أندية طبعا بدون ذكر أسامي يعني بتبقى الموضوع باين جدا، لأن هم بيبقوا من الأقاليم، وأنت عارف التسجيل المواليد بيبقى متأخر شوية في الأماكن دي. تمام. فبتبقى اللعيبة باينة جدا إنها كبيرة في السن. فطبعا ده بيأثر علينا كتير، لكن احنا متعودين إن احنا يعني نتغلب على الصعوبات دي بالإرادة والروح بتاعت اللعيبة، والحمد لله يعني ماشيين بشكل كويس. طيب ومشكله الملاعب، يعني انا ما شاء الله الملعب عندنا في مدينه نصر يعني ملعب مهيئ، بيتم رعايته، بيتم الاهتمام به من المهندس الموجود المسؤول عن الملعب. هل برضو بتلاقي نفس الاهتمام في الملاعب اللي بتروح ممكن تلعب فيها؟ خاصه ان انا عارف ملعب الاسماعيلي اللي انتوا هتلعبوا عليه ملعب الجامعه، يعني ان انا عارفه ملعب سيء جدا. لا يصلح ان يقام عليه مباريات. لعبنا عليه السنه اللي فاتت في 97 لما كنت ماسك 97 لعبنا على الملعب ده، بس السنه دي هم غيروا الملعب. كويس. هنلعب على ملعب النادي القناه. نادي القناه بس مش الاستاد الرئيسي. ملعب الفرعي بتاع نادي القناه. كويس. ولو ده خبر كويس ان احنا برضو ملعب الجامعه كان ملعب صراحه للاسف سيء، وده زي ما بنستعرض وبنتكلم عن مشاكل ملاعب، ده ملعب السكه الحديد، ملعب الفرعي اللي بيلعب عليه اولادنا في منطقه القاهره والبراعم، يعني ملعب لا يصلح، وبالعكس يعني ده بيؤدي لاصابات، وممكن لعيب عمره الافتراضي في الكوره بينتهي بدري من الملاعب دي. اتفضل يا كابتن. هو طبعا في بطوله الجمهوريه انا اعتقد ان اتحاد الكوره بيصر ان الملاعب تبقى احسن شويه. يمكن الملاعب برضو السنه دي بتبقى في بطولات المنطقه، لكن بطولات الجمهوريه بتبقى الملاعب احسن شويه. لكن هو الملاعب اللي بتقابلنا سيئه شويه هي موضوع النجيل الصناعي. لان النجيل الصناعي احنا معتبرينه هنا في مصر ان احنا بنعمل الملعب ونسيبه 20 سنه يتلعب عليه لغايه ما يكون خلاص بقى باظ. فهو طبعا النجيل الصناعي ده ليه برضه فتره انه لازم يتغير. هم ما بيتغيرش، احنا بنلعب طبعا مستمر لغايه ما يكون خلاص بقى عامل زي البلاط بالظبط. طبعا بيتعب اللعيبه عندنا. فعلا دي مشكله كبيره جدا برضه بتواجه الناشئين. لو احنا عايزين نبتدي صح عندنا القاعده الاساسيه هي قاعده الناشئين، لازم نهتم بيهم في كل حاجه.
في التدريب، ولازم نثقف المدربين، لازم نهتم بالملاعب، لازم نمنع عملية التزوير والتسنين عشان يبقى عندنا دوري ناشئين قوي يفرز فعلا مواهب للكرة المصرية. زي ما بعد كده نشوف ان شاء الله نجمنا العالم محمد صلاح، نشوف عندنا من الناشئين محمد صلاح كتير. كان ضيف المرة اللي فاتت الكابتن محمد سعد. كابتن محمد سعد كان متولي السنة اللي فاتت 2003، وكان اتكلم معايا في نقطة عملية التزوير والتسنين، وقال بسبب كده السنة اللي فاتت كان بطولة 2003 ما عرفناش مين فيها البطل السنة اللي فاتت بسبب كذا وقع التزوير وتسنين. لكن الكابتن علاء نبيل وليه حق الرد طبعا، بعت لنا جواب هنا في برنامج الأشبال يثبت أن المقاولين العرب هو يعني صاحب البطولة. واحنا بنستعرض مع حضراتكم دلوقتي الجواب من منطقه القاهره. يسعدنا ان نهدي سادتكم اراق تحياتي الشخصيه وتحيات الساده الاعضاء مجلس اداره منطقه القاهره لكره القدم، متمنين لسادتكم دوام التوفيق. نتشرف بلاحظه منا فريق ناديكم وكر المشارك في بطوله مواليد 2003 للقسمين الاول والثاني 2017 2018. قد حصل على المركز الاول في مسابقه مواليد 2003 للقسمين الاول والثاني، ولا جدال فان هذه النتائج جاءت معبره عن التخطيط السليم والاسلوب العلمي الذي ينتجه القائمين على قطاع الناشئين ومجلس اداره المقاولين العرب. فده كان حق الرد للكابتن علاء نبيل، وحقه طبعا لو في حاجه لازم نوضحها برضو للناس كلها. عايز اخدك برضو نقطه يا كابتن مدحت، شفت طبعا هنا في قناه النادي الاهلي وعبر ملعب الاشبال كنا زعنا مباريات على الهواء مباشره ل 97. ان شاء الله هيبقى في مباريات خلال الفتره الجايه برضو ل 99. يعني شايف التجربه دي ازاي؟ طبعا دي حاجه كويسه جدا، بتخلي اللعيب كمان يحس ان النادي مهتم بيه، قناه النادي مهتمه بيه بشكل كبير، فبيبدأ طبعا يشتغل بشكل مختلف، بيلعب بشكل مختلف، بيلعب بإصرار بشكل مختلف. لما الولد يعرف ان الماتش متذاع على الهوا وهو بيلعب دلوقتي وناس مصر كلها شايفاه، هيبقى اكيد اداؤه مختلف طبعا عن اداؤه لما يكون الماتش متسجل يعني. فطبعا حاجه مهمه جدا وحاجه كويسه جدا يعني، نتمنى انها تتكرر كتير يعني. عايز اكلمك بقى عن فتره الاختبارات، خاصه انه بتنزله طبعا المحافظات وبيتم فيه اختبارات في مدينه نصر. ممكن الاختبارات تبرز او تسفر عن لعيبه مميزه فعلا تكون في سن كبير، ولا الامر ده ممكن يكون صعب؟ والله يا كابتن اسامه كل ما السن بيكبر بتبقى الامور صعبه شويه يعني. السن الكبير بصعب جدا ان انت تاخد من الاختبارات لعيب يكون كويس. لان اوريدي مجرد ما بيبقى كويس بيروح نادي من سنه هو صغير، لكن انت لما توصل ولد عنده 19 سنه وبيجي الاختبارات يعني معناها انه ما لعبش في اي نادي، فطبعا بتبقى فرصته صعبه جدا انه يلعب في النادي وهو في السن الكبير ده وما لعبش في نادي قبل كده. فطبعا بيبقى الامور صعبه، لكن هو طبعا الاختبارات بتبقى للسن الصغير، بتبقى اكتر للمدرسه الكوره، بتبقى القاعده اكتر، بتقدر تاخد عدد اكبر من اللعيبه يعني. يعني انت محتاج فعلا في الاختبارات نوعيه لعيبه معينه، يعني انك انت تنقي لعيبه نوعيه معينه حتى من السن الصغير. كابتن مدحت بينزل الاختبارات حتى مش شرط ل 99، ممكن يعني عمليه الانتقاء بتنزلوا وتدوروا في المحافظات على طبعًا لعيبه طبعًا، ولا هو بيتم الاختبار في النادي الاهلي بس؟ كل المدربين بتشارك في عمليه الاختبار بغض النظر عن السن اللي انا بشغال معاه يعني. لكن كلنا بنشتغل وكلنا بننزل وكلنا بنروح زي ما بيطلب مننا، في مجموعه بتروح المحافظات، في مجموعه بتروح يعني السنه اللي قبل اللي فاتت كنا في الغردقه تمام، حته بعيده جدا اشتغلنا فيها حوالي 5 ايام تمام، خدنا برضو مجموعه كويسه من السن الصغير. فزي ما بقول لحضرتك السن الصغير هو بيبقى بياخد اكتر طبعا من السن الكبير. الاسس بقى اللي بيتم عليها اختيار الناشئ اللي بيتم ترشيحه للنادي الاهلي، موهبه نمره واحد، موهبه نمره واحد. بعد كده الناحيه الجسمانيه البدنيه لكن نمره واحد الموهبه، طبعا يعني عكس انديه تانية اول حاجه بتدور عليها النواحي الجسمانيه. اشوف لعيب كوره جسمانيا قوي يقدر يشارك في بطوله، وابص ان انا عايز اخد بطوله في الوقت الحالي، والنادي الاهلي ليه نظره تانية مستقبليه، انا ببص لاربع خمس سنين قدام. تمام. اللعيب الكبير في الحجم ده هتلاقيه يوصل لغايه 16 سنه وهيبطل. لكن طبعا اللعيب الموهوب هو اللي بيكمل بعد كده، فاحنا ما بنبصش لحته الناحيه الجسمانيه دي بشكل كبير في الفتره السن الصغير ده. لكن يهمنا الموهبه الاول. فعلا عندنا مواهب داخل النادي الاهلي كتير طبعا طبعا. المدرسه عندنا ناس هايله جدا، وكنت بحب اتفرج على ماتشاتهم ال 2005 وال 2006 مبارياتهم اللي في بطوله المنطقه بتبقى مباريات قويه جدا، وبتبقى مبسوط جدا ان تتفرج على اولاد صغيره بيعملوا حاجات اكبر من سنهم يعني. تمام، شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك يا كابتن اسامه، متشكر جدا، وطبعا سعيد باللقاء ده، وان شاء الله تتكرر باذن الله.
بشكر ضيفي وضيفكم النهارده الكابتن مدحت طه المدير الفني لفريق 99. ان شاء الله بنتمنى له التوفيق خلال الدور الثاني. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي مع الاشبال.